السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع المتتبعين ديال عثمان بلوك، وتحيه لجميع المتتبعين ديالي، وكنبغيكم بزاف بزاف، وكنقدم الشكر ديالي لاختي بشرى. بشرى سبحان الله، الاسم بشرى وناديه وفاتي عزازين عليا بزاف، وسبحان الله هما المتتبعين ديالي الاوفياء. وكنشكر اختي حفصه ملا بشرى وصفات وصفات ام دنيا، وهذيك وما نساش بالذكر عزيزه المسمومه سكوب، عزيزه المسمومه خواتي، مسمومه خواتي، فيما كتدخل اللايفات كتبقى تجبد المواصل عباد الله، كتخلع لي الناس. وكنشكر بزاف مع هذا المنبر، عند القصص مزيونين، وخواتي دخلوا عند وصفات ام دنيا وإلياس، حتى هي عند الوصفات مزيونين، وفاتي ونادية وشكون آخر، وحفصة وبشرى وناجيب وأبو زعيطر وأحمد الخراز، ملا المسمومة هي دخلوا عندها من أطيب خلق الله. وشكون اللي نسيت أخواتي، شكون اللي نسيت، كنتمنى ما ننسى حتى شي. ويومية مغربية في إسبانيا روري تهي عزيزة علينا، والله عمرها سلعة. ماما أخواتي اليوم أدخلوا كل شيء، اليوم غنعاودكم واحد القصة، واحد الشاب مغربي، واحد الشاب مغربي أخواتي. شحال نقول لكم، عاش الطفولة ديالو مكرفصة أخواتي، مكرفصة نهائيا. وما يكبر أخواتي بدا كيخدم في الممنوعات، الحشيش، المخدرات، الحراقة، كيبيع في البشر. ماما كيعمل هادشي كامل اخواتي، وعمل بخير، وبغى يكمل نص دينو، بغى ينص يكمل دينو. فعوط اخواتي مشي تشوف شي بنت الناس ولا شي حاجه بحال هدايا، هو شاف واحد العيله جايزه في الشارع اخواتي، العينين ديالها قد هدايا. المهم ديك اللي كيقولوا الحب من اول نظره، الحنكه ديالها قد هيدا كتحمق اخواتي، ان شاء الله تفاضر معها، قال لها الغزاله ديالي تنتزوج بك. هي شافت الطوموبيل قالت له موافقه اخواتي، قالت له اجي تخطب. ما يمشي يخطب اخواتي، الناس ديالها طبيعه الحال غادي يوافقوا، ولكن ماشي وافقوا زعما عليه هو، وافقوا على الطوموبيل والفيلات والخدام وهذاك، وافقوا عليه. واتي المهم تزوج بيها، وهذاك غادي يعيشوا حياه سعيده، عيله مزيونه، تاخر بزنس حتى هو مزيون اخواتي، ولكن كيهضر بالهضره ابدع تما اجي العيله لي ماشي. ايوا اخواتي تزوجوا عايشين في سعاده وثبات ونبات، وكيخرجوا اخواتي السلاو هيدايا، هو كيخرج معاها هيدا واجبي لي مقرطط هيدايا، ما كاينه. هي مسميه فيروز، هي مسميه فيروز، كيقول له هو في الشارع فيروز ديالي، فيروز الغزاله ديالي. ويا اخواتي ما كتبغاش يا اخواتي، علاش كيعيط لها فيروز؟ فاضي دابا هي خصها عيط لها فوري، مثلا بحال هيا عيط لها فوري ديالي، هو كيعيط لها فردوس الغزاله. ايوا اخواتي ما كيخرجوا للشارع لا يشوفوها العزاره، لشي لا يغمز لها هيدا شي لا، وهي زغت اخواتي. وقالت انا كيفاش غنعيش مع هذا الانسان هذا، كيقول لي فيروز مبزعه، وشو العزاره مزيونين عاملين تحسينها هيدايا، وهذا كيقولوا لها فوري، شو لا اسم اخواتي فوري. نكمل لكم القصه العام اللي ماشي اخواتي، ما باقيش التليفون غادي يوقف اخواتي، ما باقيش. والمهم نكمل لكم في القصه اللي ماجا، شنو يوقع مفوري فوري، شنو يوقع لها، خرجت من الزنقه. المهم نسيت اخواتي، ما شكرتش الاخت عائشه عيوش، حتى هي معمره سلعه، شكرا على المساعده ديالها. والاخ يوسف هذه هي العقبة درادن، انا معكم اخي، معكم محمد، كتشوف العقبة دايلين يا الفوضى، مشاكل، الله يجزيكم بخير، تشوفوا لنا الحال، ديما الوطن
كبير. هذا يوسف. مرحبا اخواتي محمد، بغيت تصور معايا وهذا بركة. هذا الراجل هذا في واحد البركة تقول ديالي ان شاء الله. ونكملكم القصة ديال فيروز اخواتي. فيروز في الاخر خرجت من الزنقة، وفي الاخر رجعت شمكارة. في الاخر رجعت شمكارة اخواتي. شكرا عائشة عيوش. الاسم تاني ما كان قراش مزيان، ما كيبغاش يخرج لي، ولكن شكرا اختي عائشة يوسف هالسويقة. كنتمنى ما يبانش معايا شي واحد. ماما اخواتي القصة ديال فيروز راه خرجت ماشي مزيانة في الاخر. راه خليكم مع اللقطات من مدينة الرينكون. ماما اخواتي خليكم كتمتعوا معايا. هذه مدينة الرينكون، اسماء خانقة الله كريم. خي يوسف غادي نصور لك شي فيديو مزيون محيد الردب، ولكن خصني تجبر شي فرصة وهاديك.